السلام عليكم. في بحث غريب قوي نزل بقاله فترة عامل قلق جامد جدا في المجتمع العلمي. البحث ده بخصوص المشي الكمي، او بمعنى اصح الساري في العالم الكمي هيكون عامل ازاي. طبعا المشي في العالم الكلاسيكي بتاعنا معروف، اما كورة او مشي الانسان خطوة بخطوة. طب لو جينا بقى نترجم الموضوع ده في العالم الكمي، فالميكانيزم الاول هيكون السير الكمي المستمر عبر الزمن، كأنك ست كورة على سطح جبلي كده، يعني الزمن بيفضل زي ما هو لكن المكان بيتغير. والحاجة التانية هو المشي الكمي المنفصل في الزمن، يعني كأننا ماشي عادي خطوة بخطوة، بس عايز مثلا اروح لعمتي فبكون هناك، عاوز اروح لخالي فبكون هناك. خد بالك في الكوانتم الزمان والمكان مش شرط يكونوا متصلين في نفس الوقت، بس التكة هنا ايه بقى؟ عدم اليقين بيظهر في الخطوة اللي هاخدها بعد كده، اللي هو التردد او الشك في العالم بتاعنا. بس حلاوة المشي الكمي الظاهرة اللي بنكون فيها موجودين في كل النقاط المحتملة على طول الطريق في وقت واحد، بمعنى اصح وانا ماشي بكون لسه في البيت وعند عمامي وخلاني في نفس الوقت، وده لان كل الاماكن دي مرتبطة بي انا كشخص. لازم تعرفوا حاجة مهمة قوي، لما يكون في مسار خطي بيفضل المصدر والوجهة غير متصلين، لكن لما تكون الحلقة مغلقة فالمصدر بيتأثر على طول بشكل مباشر بالوجهة، والعكس صحيح، يعني كل واحد فيهم بيأثر على التاني. والربط الحلقي ده بيعمل انتشار لتموجات الضبط عبر كل الوجهات المحلية، وده بيولد موجة احتمالية بتدور حوالين الحلقة. لكن لو حصل عدم تطابق بين المصدر والوجه فده هيأثر على النظام كله، والتقلب الكمي ده مش هيخلي حالة النظام ثابتة ومستقرة. مش بس كده، ده كمان الترتيب الهندسي للوجهات دي ممكن يساهم بشكل كبير قوي في التموجات اللي نتجت عن ربط المصدر بالوجهة النهائية، وبالتالي المسار هيتشفر اللي هو مسار التوزيع الاحتمالي. عشان كده لما يبقى مسار التوزيع الاحتمالي ده مستقر فتكوين الحلقة هيدفع النظام للانخراط بشكل طبيعي في الحسابات الرياضية من خلال تقييم تماثل المسار. يعني الحلقة المغلقة بتوفر لنا مزايا مادية لأنها بتعزز استرجاع معلومات المسار من التكوينات التقليدية بشكل أعمق. مش بس كده، ده كمان البحث بيتوقع إن المشي الكمي ممكن يوصلنا للحوسبة الكمية. طبعا في العالم بتاعنا مفيش حاجة لا نهائية، دايما في حدود، علشان كده بيتكون الرسم البياني اللي بيمثل المسار الكمي او شبكة المسارات الكمية من مسارات محدودة واضافوا ليها خطوط شبه لا نهائية على كل قمة مسار كمي، وبكده الرسم البياني تحول لمجموعة لا نهائية كبيرة فلكيا. طبعا الحوسبة الكمية اتكلمنا عنها كتير قوي، لكن عادة هدف العلماء اظهار ان النظام ممكن يعمل بوابة سينوت عالمية، فالمشي الكمي هيطلع طرق مختلفة. طبعا النهج واضح قوي، لكن اثبات وجود عملية البوابة العالمية مش هيضمن لنا بشكل مؤكد بناء حاسوب كمي عالمي. بس لازم تعرفوا ان بوابة السي نوت هي الفرضية الاساسية لوصفة الحوسبة الكمية. خد بالك من التكة دي، في المشي المستمر بيكون الاهتمام الاساسي للي ماشي في العالم الكمي هو التغير في الطاقة على طول المسار، لان في الكوانتم بتخضع الديناميكيات المكانية والزمانية لمعادلة شرودنجر. بس بتظهر المشكلة هنا بقى عند التقاطعات والانتقال. في المشي المستمر بيبقى التعامل مع المسارات المكانية منفصلة تماما في ظل الزمن ما بيكون مستمر، يعني انا اقدر اقيم المسار الكمي اللي انا ماشي فيه بشكل مستمر مع مرور الوقت، لان المسارات في العالم الكمي لا نهائية، وكمان المصفوفة المجاورة بتضم كل المسارات دي، فبالتالي نقدر نحول المسار الكمي على طول. على فكرة انا مثلا في المشي الكمي ببقى ثابت في اوقات وبتحرك في اوقات تانية. في السيناريو ده في عاملين، عامل العملة المعدنية وعامل الإزاحة الشرطية، فبيبقى في مفهومين مختلفين خالص ظاهريا لكنهم في حالة تشابك. العامل بتاع الإزاحة الشرطية بيحدد هنا ثابت المسار تلقائيا، ودي حاجة مهمة جدا لأنها بتحسن مسار المشي، سواء كان المشي على فترات متواصلة أو منفصلة. فالمسار المكاني بيحتوي على إحداثيات مكانية، ولو بدلناه بمسار تناظري فنقدر نتصور مسار طويل لا نهائي مش موجود على أرض الواقع، بس بنربطه بمجموعة من الوجهات المحددة على طول المسار الكمي، وهو ده اللي بيشكل التناظر. عند التقاطعات بقى بنواجه نقاط قصر التماثل من خلال الانتقال من مسار لا نهائي وهمي للتناظر. وعلى فكرة مجموعة التماثلات دي بتتغير مع تغير الحجم، لان لازم يبقى في مساحة للمكونات الضرورية. بصوا خلينا نبعد عن فكرة ان الفضاء هو الحقيقة المطلقة، ونبص للتناظر على انه دول في الخريطة، فبما ان التناظر دولة فاذا كده هو ليه وجود مادي ملموس، وده بيتحدى النهج التقليدي في التعامل معاه،
لأن عادة الباحثين كانوا بيعتبروه الصندوق الأسود بتاع الطيارة، وبالتالي نقدر نحافظ على التماثل ده وسط التغيرات اللي بتحصل في الحجم. في النهاية لازم تعرفوا إن المشي الكمي بيسلط الضوء على اللي بيحصل لما نقع في صورة 3D من الضوء شبه المكعب كده، لأن ساعتها بتتفاعل هندسة الضوء اللي بتحصل مع المسار الهندسي المحلي عشان تدور على تطابق مناسب تجمع فيه المعلومات. وعلى فكرة المعلومات دي بتحتوي على تشوهات في الشكل الهندسي للصورة 3D، فبدل ما نستخدم مواقع أو مجموعات محددة بشكل عشوائي كأجزاء للمشي الكمي، فبيبقى التناظر التفاضلي هو العنصر الأساسي للمسار، وهو معدي على جهاز المشي عبر الدوائر الكمية اللي أنشأها، وفي نفس الوقت هو بيحمل مجموعة من التماثلات لأماكن مختلفة على الصورة 3D وهو ماشي عبر تركيبات متماثلة. كمان المشاة الكميين يقدروا يتنقلوا على طول المسار المكاني أو المسار الزماني، لكن لحد دلوقتي مفيش بحث بيقول لنا ايه اللي بيحصل لو اتعمل مسار كمي بياخد في عين الاعتبار فصل التماثل بين المكان المحلي او الزمان، لان كده مكان القفزة الكمية المنفصلة بتاخد القفزة التناظرية موقع ليها، يعني مفيش احداثيات مكانية خالص. لكن المشي الكمي المستمر فموضع المسار مقيد بمجموعة من التماثلات التفاضلية بين المسارات الكمية المتعددة. الموضوع عامل زي تطبيق خوارزمية اسمها شور على الكمبيوتر الكمي، ببساطة تراقب العديد من الاختيارات الممكنة المختلفة بيؤدي لإعادة الباقي، ولما تبقى كل الطبقات متشابكة كميا بسبب الاقتران بين الطبقات العلوية والسفلية فبيرجع التناظر الشائع أكتر بين كل الطبقات الممكنة، بس فين؟ في الأوتبوتس. بمناسبة إن احنا جبنا سيرة الحوسبة الكمية بقى، ففي بحث مهم جدا نازل بيقول إن الطريق للتفوق الكمي معقد شوية. اقترح الباحثين من جامعة جاجيلونيا وجامعة سوان بيرنر التقنية نوع جديد من دوائر الزمن يقدر يحافظ على الحالات الغامضة اللي بتبقى فيها البتات الكمومية أثناء حملها خلال عواصف الكون. طبعا كلنا عارفين ان المنظور الكمي لنفس الجسيم بيوصف ميزات زي الموقع والزخم والدوران على هيئة سحابة من الاحتمالات، فلازم نفهم سحابة الاحتمالات دي كويس، لان الجسيم اول ما بيتفاعل مع البيئة بتاعته بيتغير انتشار الاحتمالات بشكل كبير قوي. نظريا الحوسبة الكمية تقدر تستغل انتشار الشكوك في الجسيمات لحل انواع الخوارزميات الخاصة بيها وبسرعة عالية جدا، وممكن يكون كتير منها غير عملي او حتى مستحيل حله الطريقة القديمة. فالتحدي هنا الحفاظ على تماسك السحابة الكمية دي اللي هي الكيوبيت لأطول فترة ممكنة، ولو حصل أي تقة صغيرة بيزيد خطر الأخطاء اللي ممكن تدمر عملية معالجة الأرقام كلها. على فكرة أجهزة الكمبيوتر الكمية العملية بتحتاج مئات ويمكن آلاف من الكيوبيتات عشان تفضل كويسة لأطول فترة ممكنة، فعشان نعمل نظام واسع النطاق فده يعتبر تحدي كبير قوي. وفي العقود الأخيرة سعى الباحثين لإيجاد مجموعة متنوعة من الطرق اللي تخلي الحوسبة الكمية أكثر قوة. كان من ضمن الطرق دي قفل الكيوبيتات الفردية لحمايتها من عدم الترابط أو بناء شبكات أمان حواليها. البحث ده بقى بيقدم نهج جديد بيحول أجهزة الكمبيوتر الكمية لكيوبيتات موجهة باستخدام نوع غريب من الموصلات البلورات الزمنية، ودي عبارة عن مواد بتتحول في أنماط متكررة مع مرور الوقت. تم النظر للبلورات الزمنية من حوالي 10 سنين لأنها كانت غريبة شوية، وبالفعل تم تطوير إصدارات مؤقتة منها بيستخدموا فيها دفعة من ليزر ومجموعة نوع من الزغاط الباردة قوي بحيث انهم يقدروا يبعتوا رشقات الضوء مع التقلبات الدورية اللي بتتحدى توقيت الليزر، وبيستخدموا الدورية دي لتوجيه الموجات الدقيقة للكيوبيتات الكتير المحملة بالمعلومات، وبالتالي الموضوع ده ممكن يساعد في تقليل الاصطدامات العقدية المسؤولة عن العديد من الأخطاء. والمفروض ان الدائرة الزمنية المكونة من الكيوبيتات هتوجه جسيمات الكمبيوتر لمسار تاني بسهولة جدا، وبالتالي هتتشابك الامكانيات الكمية بتاعتها بطرق مفيدة بدل فرض الأخطاء. فهل ممكن لفيزياء مجموعة ايونات البوتاسيوم المبغضة الموجهة بنبضات الليزر انها توفر لنا الحالة العظيمة دي الكيوبيتات؟ لحد انا خلصت حلقتنا، هستنى رايكم تحت في التعليقات، والسلام عليكم.